السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الموضوع تاع اليوم هذا موجه سبيسيال للناس الكناري، الناس اللي تربي الكناري وباغية تكوبلي وتوجد الانتاج ان شاء الله. كاين موضوع حساس ونقطة حساسة، فرانا في المرحلة تاع التجهيز اللي تكلمنا عليها من قبل. في المرحلة هذه واش الأساسية، الحاجة الأساسية اللي لازم تفكر فيها هو دوك فهمتم في الفومالة تاع الكناري عندها مشكل، ماشي مشكل، هي دايره كيما هاك، هي ماشي كيما الفيروس ولا الديامو توكل ولادها بالزريعه يعني الحبوب. المشكل هي لازمها حاجه طريه. واش عندنا الخضرة، الخيار، السلطه، البيض المطبوخ، هادو الحوايج الاساسيين. والمشكل اذا كان ما ولفاتهمش، ما عطيتهاش من دروك من مرحله التجهيز، المهم هي على الاقل تكون تاكلهم باش ما تنساهمش، يكون عندها في الذاكره تاعها باللي هادو هما المأكولات اللي توكل بهم ولادها الصغار. وكاين المشكل بزاف، ناس يقول لك عندي الفومالة تولد تحضن، تحط البيض تحضن فقط، ومن بعد ما توكلش ولادها تخليهم يموتوا بالجوع. فدروك هي الفومالة هذه ماهيش غبية، ماهيش فارغة شغل كيما نقولوا، تنتج وتبيض وتحضن وتتعب باش حتى لي تخليهم يموتوا بالجوع. السؤال الجواب هو ما لقاتش واش توكلهم، انت عاطيها الزريعة في المنجوار والماء. لازم كما قلت من دروك الحاجه اللي راك مبازي عليها لازم توكل بها ولادها، لازم من دروك تبدا تمدها ليها وتولفها مره الا ما كلاتهاش نحليها الزريعه وتخليها تولف الماكله جديده. هذيك فهمتوا، نتمنى تكون الفكره وصلت. ونجيو دروك للبدائل، البيض راه غلا كما على بالكم، وثاني البيض المطبوخ يجي تسد رصيد، ما تنساش تخليها مده طويله في المنجوار عند الكناري. فالبدائل اللي عندنا هما البيض المجفف كما هذه راكم تشوفوا، عصيدة الطيور للتغذية الجيدة لفراخ الكناري. شوف هذه الكناري المقنين والبيريش هادو كامل ياكلوا بها. شوفوا بيض مجفف مخلط بالعسل وفيه حبوب النيجر باش يحفزوهم باش ياكلوهم. وكاين واحدة اخرى بالزرودي، جاني نسيت باش نقول لكم، الزرودي هو من الحوايج الأساسية سيرتو الزرودي البلدي، ننصح به بزاف الناس توكل به الفلاليك هكا. فهادو البدائل اللي ما عندوش الوقت باش يبقى يطبخ البيض يوميا، فمن الاحسن يبدا يولف الفومال تاعو ولا الكوف اللي راه يربي فيه من دروك، كي ما في الفومال يولفهم هذه ياكلوها. وكاين هذه تاني فلاي، هذا المنتوج الوطني، وهذه تاع الخارج. شوفوا كيفاش دايره، دقيقه، بيض مجفف وفيها الزريعة باش تحفزهم وفيها العسل في نفس الوقت. هذه من نيويورك، اللي ما عندوش الوقت يمدها في المنجوار على عن ديريكت، وكي تفقص يفقص البيض الفومالة توكل بها ولادها عادي. نتمنى تكونوا استفدتوا ولو بفكرة صغيرة. السلام عليكم.